بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد أمين. هقرأ بنعمة المسيح هذا الجزء الذي نقرأه على مسامعكم، ده الأسبوع الرابع وهو الجزء الأخير من الإصحاح الخامس في رسالة سالونيكي الأولى. بولس الرسول كتب 14 رسالة، أول رسالة كتبها هي هذه الرسالة من ناحية الزمنية. فرسالة بولس الرسول إلى أهل سالونيكي الأولى هي أول كتابات القديس بولس الرسول. في نهاية الرسالة الأولى وهي 5 إصحاحات بيقول كده: ثم نسألكم أيها الإخوة أن تعرفوا الذين يتعبون بينكم ويدبرونكم في الرب وينذرونكم، وأن تعتبروهم جدا كثيرا جدا في المحبة من أجل عملهم. سالموا بعضكم بعضا. ونطلب إليكم أيها الإخوة أنذروا الذين بلا ترتيب، شجعوا صغار النفوس، أسندوا الضعفاء، تأنوا على الجميع، أنظروا أن لا يجازي أحد أحدا عن شر بشر، بل كل حين اتبعوا الخير بعضكم لبعض وللجميع. افرحوا كل حين، صلوا بلا انقطاع، اشكروا في كل شيء، لأن هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم. لا تطفئوا الروح، لا تحتقروا النبوات، امتحنوا كل شيء، تمسكوا بالحسن، امتنعوا عن كل شبه شر. وإله السلام نفسه يقدسكم بالتمام، ولتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بلا لوم عند مجيء ربنا يسوع المسيح. أمين. هو الذي يدعوكم الذي سيفعل أيضا. أيها الإخوة صلوا لأجلنا. سلموا على الإخوة جميعا بقبلة مقدسة. وناشدكم بالرب أن تقرأ هذه الرسالة على جميع الإخوة القديسين. نعمة ربنا يسوع المسيح تكون معكم ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد أمين. قبل ما نبتدي، إحنا يوم السبت الجاي نحتفل بتذكار شهادة القديس موسى الأسود اللي بنسميه في كنيستنا القديس القوي. وقديس موسى الأسود بنحتفل بيه في ديره، دير القديس العذراء مريم المشهور بالبراموس، وأيضا بنحتفل بيه في دير آخر، دير القديس موسى الأسود في طريق العالمين. كمان من يوم الحد هتبتدي تذكارات 40 لأبنائنا وإخواتنا اللي استشهدوا في طريق دير الأنبا صموئيل. طبعا ما فيش يوم واحد في 40، لكن هو أكتر من يوم يعني، لكن هيبتدي في دير أنبا صموئيل وهيبتدي في مغاغة. تذكارات أحبائنا وأبنائنا اللي استشهدوا في هذا الحادث الأليم، بنتذكرهم بالخير وبنتذكر شجاعتهم وإيمانهم القوي، وبنتذكر أن دماءهم دهيت لن تذهب هباء أبدا. الله ينظر إلى هذه الدماء كما نظر إلى دماء هابيل قديما وكانت تصرخ، فهذه الدماء أيضا تصرخ أمام الله. والله ينظر إلى هذه الدماء الذكية التي سفكت من أجل اسمه وسفكت في حياتهم وهم رايحين الدير، وطبعا في أيام الخمسين وكانوا صايمين عشان عادتنا كلنا بنتناول لما بنروح الأديرة، وأظهروا إيمان ثابت جدا. ونذكرهم ونفتخر بيهم، بنفتخر بهذه الصفحة من صفحات تاريخ كنيسة وتاريخ الوطن. وهم الآن يرفعون عنا صلوات ويرفعون عنا تشفعات من أجل الكنيسة التي تجاهد على الأرض. التذكرات دي هتبقى الحد والاثنين والثلاث، والتذكرات ده هي لأن هم طبعا مش من منطقة واحدة، من أكثر من منطقة. وبنتذكر معهم أيضا أبنائنا المصابين وهم في نفس الأسر يعني، بنتذكرهم. وأنا لما قابلتهم من كذا أسبوع كده المصابين، أنا تعزيت بيهم جدا بحد حكاياتهم وبأحاديثهم وبروحهم الطيبة
وهم طبعا شهود على الحادث، شهود على كل صغيرة وكبيرة في هذا الحادث. حتى الصغار فيهم كان لهم تعزية ولهم إيمان قوي في الشهادة لاسم المسيح. ربنا يعزينا كلنا. اتكلمت في الأسابيع اللي فاتت عن ما نسميه عقد من اللؤلؤ. قديس بولس الرسول بيقدم لنا عقد من اللؤلؤ، هذه اللآلئ يمكن أن تزين كل إنسان مسيحي. والعقد ده فيه 15 لؤلؤة، وبناخد على قدر ما يعطينا الله لؤلؤة كل أسبوع ندرسها ونحاول أن نتأمل فيها. تكلمنا 3 لآلئ قبل كده، تكلمنا سالموا بعضكم بعضا حياة السلام، أنذروا الذين بلا ترتيب حياة النظام، شجعوا صغار النفوس حياة التشجيع، والنهاردة هنتكلم في اللؤلؤة الرابعة اللي هي اسندوا الضعفاء. واسندوا الضعفاء هي رسالة فيها التزام وفيها شبه الأمر وفيها معنى غريب قوي. نحن البشر نميل دائما إلى القوة، ويمكن من الكلمات التي لا نرتاح لها كلمة الضعف. تحبش الضعف بأي صورة من الصور. وأظنكم عارفين زمان لما كانوا الأولاد يقعدوا يلعبوا ويا بعض ويمسك بإيديه كده ويحاول يبين عضلاته شكلها إيه. ويمكن الولد الصغير لما يعمل نفس اللعبة دي مع أبوه، وأبوه كده يديله نوع من التشجيع يوم يخليه هو اللي يغلبه. كلنا منحبش كلمة الضعف، وإن كان في الكتاب المقدس يقول كده اختار الله ضعفاء العالم ليغزي بهم الأقوياء. وهنا العجب يا إخوتي، اختار ضعفاء العالم ليغزي بهم الأقوياء. هو بطرس الرسول ده كان إيه؟ صياد سمك؟ إيه صياد سمك؟ مهنة من المهن. وقيسوا على هذا زكا ده كان إيه؟ ومتى كان إيه؟ وقيسوا عبر التاريخ كله. لكن الله يختار ضعفاء العالم اللي العالم ينظر لهم في ضعف ليغزي بهم الأقوياء. يقول لنا يعوزني الوقت إن أخبرت عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصموئيل والأنبياء الذين بالإيمان تقووا من ضعف وصاروا أشداء في الحرب وهزموا جيوش غرباء. ولو تذكرنا في العهد القديم نتذكر أرميا النبي الصغير، ونتذكر يوسف الصديق الصغير، ونتذكر ضعفاء كثيرين في التاريخ، في التاريخ الكتابي في العهد القديم وأيضا في العهد الجديد. حتى إن بولس الرسول بيقررها صراحة، يقول لأن المسيح إذ كنا بعد ضعفاء مات في الوقت المعين لأجل الفجار، دي في رسالة روميا. لأن المسيح إذ كنا بعض ضعفاء، شفنا ضعفاء، شاف البشر كلهم ضعفاء بسبب الخطية، مات في الوقت المعين لأجل الفجار. لو جينا نتكلم على نوعيات من هذا الضعف، فممكن نجد الضعف الجسدي غالبا ده صحي، والضعف النفسي في نفس الإنسان، وأيضا الضعف الروحي. 3 أنواع من الضعف. الوصية اللي بيعلمنا بيها القديس بولس الرسول وصية اسمها اسندوا الضعفاء، ونسميها خدمة السند. وعايز قبل ما أدخل في تفاصيل عايز أذكر قدامكم حقيقة مهمة. البشر قديما، قديما يعني من 30-40 سنة بس، كان التعامل بين البشر تعامل كثير،
والتعامل ما بين البشر كان تعامل عن قرب، وكانت الأجهزة اللي في إيدين الإنسان محدودة، عددها محدود، لا كان في كمبيوتر ولا كان في وسائل اتصال دي كلها متوفرة، ولا كان في موبايل، ولا كان في حتى التلفزيون كان لسه حديث نوعا ما من 40-50 سنة، وكان يمكن أقصى حاجة الراديو المذياع الموجود. فكان الناس بتتعامل ويا بعضها كتير. طب ودي فائدتها ايه؟ فائدة ان الناس لما بتتعامل ويا بعضها كتير بيحسوا بعض لانهم قريبين لبعض حتى على المستوى البسيط. يعني انت دلوقتي ممكن اياميها يعني زمان يقول لك نكتة بتضحك وهو بيشوف قسمات وجهك وانت بتضحك، أو تقول له خبر صعب بتشوف قسمات وجهه الحزين. ده بينطبع عليك، كلنا بنتأثر ويا بعض. لما دخلت الأجهزة الحديثة بقى بكل أشكالها وألوانها واحتياجاتها، والصغير اللي في إيديكم ده كلكم، صار الإنسان بيتعامل ويا الآلة أكتر. تعامل ويا الإنسان، فبقى صاحبي مش إنسان آخر، لا بقى صاحبي آلة. وده أظن بتشوفوه الناس بتقعد قدام النت بالساعات الطويلة، والناس بتقعد قدام الشات بالساعات الطويلة، قدام التلفزيون بالساعات الطويلة. اوعوا تفتكروا ده مش هيأثر على الإنسان، ده هيأثر على الإنسانية. وصار الإنسان بسبب هذه الأجهزة لا يشعر بالضعف البشري، لا يشعر بالضعف البشري. يبقى أشكاله بقى وأنواعه اللي نتكلم عليها. صار الإنسان بيتعامل ويا المادة. حتى دلوقتي ممكن تفتح موقع كده يقولك شوية نكت هتقراها خلاص، أو أي معرفة تكون النتيجة أن الإنسان مشاعره الإنسانية شوية بشوية، ومتأسف في كلمة يمكن تكون غير لائقة، تتبلد مشاعر الإنسان، تتبلد. وده أمر خطير جدا على حياة البشر كلها، وبيفكروا إزاي يعالجوه لأنه خلاص ما يعرفوش يبطلوا الأجهزة دي. العالم دلوقتي في أجهزة الموبايل دي بتعداد البشر، وفي بعض البلاد زي بلادنا أكتر من عدد البشر. يعني إذا كنا إحنا 90 ولا 95 مليون، عندنا أجهزة تعدت 100 مليون، في ناس وياها 1 و2. طب وبعدين إنسان عمال يتعامل مع الآلة دي، هو هيبقى آلة؟ الآلة والإنسان الفرق ما بينهم الإحساس، الشعور. فلما تيجي وصية كده اسمها اسندوا الضعفاء، ضعفاء إيه بقى؟ فين الضعفاء؟ أنا بتعامل ويا الآلات وخلاص ما فيهاش ضعف. ومن هنا تبدو أهمية هذه الوصية. الضعف الجسدي له نوعيات. السيد المسيح عندما كان في بستان جسماني والتلاميذ اللي ما عرفوش يسهروا والتلاميذ اللي ما عرفوش يصلوا، يقول كده: أما الروح فنشيط وأما الجسد فضعيف. وده أحيان نلاحظه في حياتنا. ويتكلم قديسين كتير عن هذا الضعف الجسدي، ويقول لنا بولس الرسول باختصار كده: تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف. هتكمل لك الضعف ده، هتكمله، مش هتسيبك ضعيف. والضعف ده ممكن يكون مرض، ربنا يحفظكم جميعا، والأمراض تختلف في شدتها وحدتها واستدامتها، بتقعد قد إيه. وقد يكون الضعف إعاقة من الإعاقات، وقد يكون الضعف ده هو مختلط بالجسد وبالنفس أو بالذهن أو بالعقل. ضعف في بشر كده. يعني مثلا نعرف أن في مصر عندنا نسبة 10% من السكان من ذوي الاحتياجات الخاصة. دول محتاجين من يسندهم. 10% يعني حوالي 9 مليون، عدد كبير.
وسواء هنسندهم بالطب أو بالدواء أو بالخدمة، لكن يوجد ضعف جسدي. مرة قابلت أم عندها 3-4 أبناء كده، فلقيتها بتهتم بواحد شوية أكتر من إخواته الثلاثة. ولاش معنى ده يعني بتهتم بيه ده في وسطهم؟ قالت لي أصو ضعيف البنية الجسدية، فأنا يعني بساعده. فالضعف ده قائم، ويا بخت اللي بيعيش الوصية دي اسند الضعفاء. السيد المسيح كان يسند الضعفاء، بل أنا تهيأ لي أن السيد المسيح جه مخصوص عشان يسند الضعفاء. يمكن تفتكر وياي القصة اللي بنتأثر بيها كل سنة، قصة شفاء مريض بيت حسدة. كلكم فاكرين في الصوم الكبير مريض بيت حسدة. حسدة دي كانت زي كف اليد كده، لها 5 أروقة، والناس قاعدة على طفافها مستنيين ملاك يحرك البركة المية. هذا الإنسان المريض كان له 38 سنة. طبعاً احنا بنقول 38 سنة دي في ثانية، لكن 38 سنة. ويجي له المسيح يسأله سؤال أعجب ما يجون، أتريد أن تبرأ؟ يرد الرد بقى الغريب، ليس لي إنسان. يعني إيه؟ يعني 38 سنة مفيش واحد عارف خدمة السند ولا خدمة اسنده الضعفاء. 38 سنة قد كده قلب الإنسان نشف. هذا ما حدث. القصة دي في القرن الأول الميلادي، المعجزة دي في القرن الأول الميلادي. ليس لي إنسان، وما زال هذا الصوت يرن مع كل ضعفاء العالم، ليس لي إنسان. ويخسر الإنسان كتير لما لا يؤدي دوره في هذه الخدمة. نفس الكلام بنسمعه على الرسل واهتمامهم بالضعفاء، المرضى، المقعد اللي كان موجود إلى آخره. ده الضعف الجسدي. النوع الثاني من الضعف، الضعف النفسي. والضعف النفسي قاسي على الإنسان. والضعف النفسي ده أحيانا نفس الإنسان تبقى هشة. عشان كده في مرضى النفس، وفي أطباء النفس، والعلاج النفسي والعلاج العقلي، وفي مستشفيات مخصوصة لكده. ممكن يكون ضعف في القدرات العقلية. ربنا يحافظ على أولادنا جميعا. تلاقي مثلا بعض الأولاد أو البنات يقول لك بطيء التعلم، عنده بطء في التعلم. ما هو ده نوع من الضعف. طب نعمل إيه؟ هنسيبه؟ ده عايز مدرس متخصص يقعد جنبه، واللي زميله بيتعلمه في أسبوع، اللي بيتعلمه في ساعة ده يحتاج أسبوع وياه. وقد يكون الضعف بسبب ضعف الثقة في النفس. شخص ثقته في نفسه ضعيفة، وهذه قضية كبيرة. يجي له صغر النفس، حتى بنصلي في التحليل عن صغر النفس. صغر النفس ده يعتبر في مقام الخطية. أو الإنسان اللي عنده المخاوف، مخاوف كتيرة، ما هو ده ضعف. واحد خواف، مش خواف الخوف العادي، خوف مرضي. أو عنده قدر من الإهمال أو الإحباط أو اليأس أو القلق. الحياة عملية صعبة جدا. الضعف النفسي ده يمكن أفكركم بليئة ويعقوب في العهد القديم. ليئة كانت تشعر أنها غير محبوبة، شكلها يعني مش ولا بد، وعينيها ضعيفة في النظر، فكانت تشعر أنها غير محبوبة، وحب ربنا يسندها في ضعفها، فجعلها تلد 6 بنين، 6 بنين وابنة ليعقوب. ده نوع من السند ليه. ضعف من الضعفات اللي مشهورة حنة أم صموئيل، لم يسمح الله لها بنسل.
وكان زوجها القانا يعطي مثال قوي للزوج الذي يقف بجوار زوجته في مثل هذا الموقف، لدرجة وصلت بي أنه يقول لها اعتبريني أنا ابنك أو من ولادك، يعني جوزك لكن ابنك، عشان يقدر يسندها في الضعف ده. وكانت تبكي ليل نهار، وكانت تصلي ليل نهار، حتى أن عالي الكاهن اعتبرها إنسانة سكرانة من كتر الصلاة ومن كتر الدموع التي كانت تسكبها. طبعا ده بسبب عدم إنجابها، لكن بسبب أمانتها الله أعطاها هذا النسل، وجاء منه صموئيل العظيم في الأنبياء. ضعف نفسي، وعايز أقول لك بصفة عامة، الإنسان ضعيف، قد يضعف بأسباب نفسية كثيرة، حتى يقول لك إيه فلان ده عنده نقطة ضعف. معرفش ليه بيستخدموا تعبير نقطة، يمكن عشان حجمه، لكن في نقطة ضعف، ونقطة الضعف دي ممكن تضيع الإنسان خالص. ده أحيانا يكتشفوا إنسان يمد إيده ويخش المحلات يمد إيده ويسرق الحاجات، مع أنه يكون مقتدر وغني ويكون واحد أو واحدة، يقول لك أصلا عنده نقطة ضعف، بس دي بتحول بقى الجريمة ده واحد بيسرق. ده الضعف النفسي، هو الحديث فيه طويل جدا، لكن بصفة عامة النفس البشرية نفس ضعيفة. النوع الثالث من الضعف، الضعف الروحي، وده الضعف الذي يدخل في باب الخطية أو العثرة. والضعف الروحي ده حتى شفناه في بعض القديسين، شفناه في إيليا النبي، شفناه مثلا في العهد الجديد في المرأة المنحنية اللي كان لها 18 سنة منحنية ولا تستطيع أن تقف، وكانت هذه المرأة المنحنية صارت في قبضة الشيطان، ويقول لها الكتاب سيد المسيح أنك محلولة من ضعفك، يعني بعيد عنكم عضلاتها مش شغالة، عضلات اللي بتخليها تقف كده وظهرها يقف كده مش موجود، فصارت منحنية تنظر إلى الأرض على الدوام. هذه هي ابنة إبراهيم قد ربطها الشيطان 18 سنة، أما كان ينبغي أن تحل من هذا الرباط في يوم السبت؟ ده عشان اعتراض اليهود أن المسيح شفاها في يوم سبت. الخلاصة أن ضعفات الإنسان كثيرة جدا. هل فكرت في يوم تسند ضعف إنسان؟ هل فكرت في مجتمعك، في أسرتك؟ ممكن تلاقي إنسان رايح وجاي قدامك كويس وبيتحرك كويس جدا، لكن هل فكرت في يوم تسند إنسان ضعيف؟ تعالى عشان أخلي لك الموضوع ياخد صورة عملية، كيف نسند الضعفاء؟ خدمة السند أو الضعف ممكن نحطها في 5 أشكال وتفكر فيهم عشان تقدر تستخدمهم. أول نوع من السند في خدمة سند الضعفاء نسميه كده الدعم المعنوي. الدعم المعنوي، الدعم المعنوي يعني الشعور بالقرب للشخص، إنك قريب منه. أظنكم تعرفوا الاختبار الصغير ده، الولد الصغير نازل في السلم والسلم خايف هو منه، فيوم والده أو والدته يقف يقول له، يشجعه بكلمة، والكلمة ده هي أنا وياك، طب انزل. وصلت لآخر دور أو للسلم تحت، ده تشجيع معنوي، الشعور بالقربة. خدوا بالكم يا أحبائي، أحد أمراض الزمان أن الإنسان يشعر أنه متغرب، يشعر مفيش حد جنبه، مفيش حد وياه. مثلا من السند المعنوي أو الدعم المعنوي وقت الامتحان، كل ولادنا كلنا بنخاف وقت الامتحان، شيء طبيعي. بتعمل إيه وقت الامتحان؟
تعمل ويا أولادك إيه، ويا المجتمع بتاعك إيه. ده أحيانا بعض الدراسات تقول حتى الأفلام اللي بيذاعها التلفزيون في القنوات المختلفة يقول لك في أوقات الامتحانات ذيعوا أفلام خفيفة كده عشان تبقى نوع من الترفيه للولاد. أنا فاكر مرة لما كنا بنمتحن امتحانات الشفوي في الجامعة، فكان في مادة صعبة قوي كان فيها دكتورين عاملين مكانين للامتحان الشفوي، فكل الطلبة نروح عند دكتور واحد ونسيب التاني. فجه مرة عميد الكلية يسأل يعني تسيبين ده ليه وداخلين عند ده ليه؟ استغرب. فكانت الإجابة إجابة لطيفة قوي، ده بيسألنا السؤال كأنه بيتحدانا، بيتحدى الطالب بيعرفش يجاوب ويلبخ. التاني وهو بيسأل السؤال كأنه بيحط الإجابة في السؤال، كأنه بيساعد الطالب أنه يخرج الإجابة. فكل الطلبة بيروحوا لده طبعا. ما هو ده، ما هو فيه أستاذ مدرس يعقد الطلبة اللي وياه، يتحداهم، يتحدى المعلومة اللي عنده، ولا يراعي أن وقت الامتحان بيبقى فيه نوع من الاضطراب ونوع من الخوف. طب إزاي أسند الطالب؟ الدعم المعنوي يتجه أيضا بإظهار المحبة، إظهار محبتك أكتر. إزاي تظهر هذه المحبة للشخص اللي في وقت ضعف؟ وطبعا إظهار المحبة عايز كمان منك إنك تكون طويل البال شوي، طول أناه شوي. ما هو ده؟ مرة قريت قصة عن بنت كانت تخاف من أبوها كتير خالص، تخاف منه وهي صغيرة كده بتاعت مثلا 19 سنين. فيرجع من الشغل مكشر، يأكل وهو مكشر، أوامر في البيت، نوع من الخوف. فسألت مرة، تسأل الخادم أو الخادمة أو أبونا يعني بخاف من أبويا أعمل إيه؟ فنصحوها قالوا لها هو بيجي من الشغل بينام شوية، ساعة ما يقوم كده قربي له بس على مسافة 2 أو 3 متر قولي له تحب تشرب شاي وروح اعملي شاي. فطبعا أول مرة قربت له هي بترتعش، تشرب شاي أو أعمل لك شاي، حاجة بسيطة خالص. فطبعا شحب ووجهه كده من غير ما يتكلم، رحت عملت وحطتها ومشت. تاني يوم عملت نفس الحكاية، تالت يوم رابع يوم ابتدى يقول لها آه اعملي هاتي. خطوة بخطوة إظهار المحبة من خلال عمل. وصلت لمرة لا تعالي عودي شربي ويا الشاي. فطبعا كانت يعني تقدم بالغ. إظهار المحبة، الدعم المعنوي كلنا نحتاجه، كل البشر يحتاجوه. الدعم مش عشان هو أبونا مش محتاج دعم معنوي، مش عشان هو كبير مش محتاج دعم معنوي. الدعم المعنوي والشعور بالقرب، الاحتمال، إظهار المحبة، طول الأناة، كلها وسائل تساعد في الدعم المعنوي. النوع الثاني من الدعم، الدعم المالي. الدعم المالي في مجتمعاتنا، احنا دولة من دول العالم الثالث ودولة ذات اقتصاد محدود، ونعاني كلنا من متاعب في الاقتصاد، في ضعف سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى الأسر أو على مستوى الخدمة كيف ما يكون. وهنا يأتي الدعم المالي كوسيلة تحت عنوان خدمة الضعفاء، اسند الضعفاء. والحقيقة الدعم المالي ده بيختلف من مكان لمكان، ملوش قاعدة، لكن الدعم المالي له معنى. يعني ابني لما يطلع رحلة ومعهوش مصروف على قده في الرحلة ما يشعر بصغر نفس. لازم يكون وياه حاجة، لازم تتأكد من الحكاية دي. أحيانا نعمل الآتي، نقول إيه، إحنا هنخلي عدد من كراسي الرحلة للناس المحتاجة.
طب كويس كتر خيركم. طب وأثناء الرحلة بقى ما عايز دعم، أو واحد مسافر، أو واحد رايح في مشوار ربما يحتاج. فإحساس الإنسان بالآخر وتسديد الاحتياج المالي. وخدوا بالكم مش الاحتياج رقم الفلوس هو المهم، المعنى اللي ورا كده ان انا حاسس بيك وانك ممكن تحتاج الحاجة الفلانية فوياك ما يسند. الدعم المالي يصلح للأفراد، طلبة مثلا، الدعم المالي، الدعم المالي يصلح للأسر والعائلات، يصلح للخدمة في خدماتنا المختلفة، يصلح للمجتمع. هو المجتمع لما يعمل صندوق يسميه تحيا مصر، أو مستشفى بيقوم بعلاج أمراض كثيرة للناس كلها بأمراض خطيرة بأدوية غالية جدا، طب ما هو ده لازم يحصل نوع من السند، اسندوا الضعفاء. يمكن لاحظتوا إعلانات كتير على مستشفيات، على أماكن هتخدم خدمات عامة تخدم كل الناس في أمراض كتيرة، وفي أمراض كتيرة مثلا مستشفى زي مستشفى أبو الريش، ده مستشفى اللي بيسموه أحيانا الياباني في القاهرة، ده مستشفى عشان يخدم الأطفال، الأطفال على مستوى مصر بحالها، وبيكشف يمكن كل سنة على أكثر من 1 مليون أو 2 مليون طفل. فده مستشفى بيحتاج نوع من الدعم، مذكروش يعني على سبيل، بجيب سيرته على سبيل المثال، لأن الأطفال برضو ضعفاء بيحتاجوا خدمة السند. خدمة السند ممكن تسند وطنك، ممكن تسند مؤسسة بتقدم خدمة من أجل الجميع، والمشاركة في أمثال هذه بالدعم المالي بيعمل عمل كبير جدا جدا جدا. ده النوع الثاني. النوع الثالث الدعم اللفظي. اللفظي، كلمتك، الكلمة الحلوة اللي ممكن تطلع منك، الكلمة الطيبة. يمكن كلمتكم المرة اللي فاتت عن التشجيع، الكلمة الحلوة اللي بتقدر تقولها للصغير للضعيف علشان يتقوى. من الكلمات اللطيفة اللي نذكرها لرئيس الدير عندنا، أي راهب طالع في خدمة معينة ومثلا مرتبك أو يعني متخوف أو متحير، فيقول له كده: أبونا أنت شاطر. بس كلمة شاطر، بس شاطر دي طالعة من رئيس الدير فتحمل قوتها وتحمل بركتها. الكلمة الصغيرة ده هي كلمة طيبة خالص. أتذكر وأنا في الجامعة كنت بسافر من دمنهور أروح اسكندرية عشان الامتحانات، ففي كنيسة جنب محطة، كنيسة العذراء محرم بيه في اسكندرية، فأروح بس أقول أبانا الذي وأكمل على الكلية. ما كنتش أعرف الآباء اللي هناك، لكن أبونا دايما أوصل على آخر القداس، أقوم أقف وأخذ لقمة البركة، فأبونا معرفش اسمه إيه يروح أعطيه لقمة البركة يقول لي ربنا معاك. اليوم اللي كنت أسمع فيه الكلمة دي معناه الامتحان جاي حلو والأمور هتمشي سهل. لو أبونا أعطاني، يا أبونا تاني أعطاني لقمة البركة وما قالش الكلمة دي، يبقى يعني أنتوا عارفين الباقي. نعم أنا مش فاكر صدقني مش فاكر اسمه إيه، لكن هو أبونا اللي كنا، شو بقى نرجع للتاريخ ونحسبها يعني مش عارف صدقني، يعني الكلام ده 72 73 74. فأبونا هو قاعد بيدين البركة يقول لي ربنا معك، هم يعرفنيش ولا أنا أعرف، لكن مجرد أسمع الكلمة دي تطمني ما أنا رايح امتحان. يمكن هم يعرفش أن أنا رايح امتحان، بس كلمة الدعم اللفظي. وقصص كتيرة في المواضيع دي ان كلمة باللفظ ممكن تساعد انسان. التماس العذر ايضا نوع من الدعم اللفظي، يعني ما تاخدش في بالك دي حاجة بسيطة، طب معلش
طب تتعوض نعملها في الحاجة الفلانية. تبسيط الأمر، في واحد يكلكع الأمر، وفي واحد يعقد الأمر، وفي واحد ممكن يراه أمرا بسيطا. الدعم اللفظي. نمرة أربعة، الدعم الاجتماعي، المجتمع. والدعم الاجتماعي اللي هو تسديد احتياج إنسان، وتسديد احتياج إنسان الاحتياج بتاع احتياج يعني هو بيحتاج عشان يعيش. مثلا بدي الإنسان إنه جعان بقدم له أكل، والمسيح نفسه لما قال كنت جوعانا فأطعمتموني، كنت عطشانا فسقيتموني، هو يقصد يعني أعملوا خدمة السند دي. الجعان قدم له أكل، ما هو الأكل ده دعم اجتماعي، دعم اجتماعي. أتذكر مرة قصة، كنا في خدمتنا كده مع ناس، وكان في بنت الكنيسة بتخدمها في دراستها وأمورها ماشية حلو خالص، وبعدين بنسألها على حاجة كانت مش متوفرة وياها، مش موجود، احتياجات البنات بتبقى كتيرة شوية. فكرت ده رد غريب قوي، قالت أبونا ربنا يكفيك شر الحاجة، ربنا يكفيك شر الحاجة، الحاجة اللي هو الاحتياج يعني، الاحتياج. فاحتياج الإنسان، الاحتياج الاجتماعي، احتياج إنه يلبس، احتياج إنه يأكل، احتياج السكن. أحيانا نقول كده تعبير في كلامنا، يقولك تعالى اقعد كل لقمة تسند قلبك، بنقول التعبير ده تسند قلبك، اسند الضعفاء، ما هو الجعان ده ضعيف لازم أسنده. وأتذكر أن في فرنسا ولبنان عندهم سلسلة مطاعم اسمها مطاعم المحبة. مطاعم المحبة ده هي للناس اللي ما عندهمش دخل وما عندهمش أكل، يجوا يقعدوا يأكلوا فيها ويروحوا. طب وتغذية المطاعم دي جاية منين؟ جاية من خلال اللي بيحبوا عمل الخير وبيقدموه للناس المحتاجة بأي صورة من الصور، بيقدموه بطريقة لائقة. السند الاجتماعي، والسند الاجتماعي ده بياخد أشكال كتيرة خالص، في المدرسة، في الجامعة، في الخدمة، في الزواج، في الارتباط. السند الاجتماعي بصفة عامة. آخر نوع من السند هو السند الروحي، اسندوا الضعفاء روحيا. والسند الروحي ده سند مهم جدا. الإنسان أحيانا يصاب بالفتور، أحيانا يصاب بالجفاف الروحي، أحيانا بالعوز الروحي. السند الروحي يعني لما تقدم كتاب مقدس لإنسان محتاجه أنت بتسنده، ما احتياجه الروحي ده مفيش إنجيل، فبقى عنده إنجيل. لو كان طفل بتقدم له إنجيل مصور مثلا أو بخط كبير أو ملون. السند الروحي المهم هو أن تسامح الآخرين. السند الروحي، في ناس بتغلط في حقك، وفي ناس يمكن تفكر أنك تخصمهم، أو في ناس أنك تبعد عنهم بأي شكل، لكن أشير عليك بهذه الخدمة. الإنسان اللي غلط أو وقع في خطية أو في عصرة عايز اللي يسنده عشان يطلع يقوم. خدوا بالكم لما رجع الابن الضال، أبوه قال له تعالى يا حبيبي هدي لك خاتم، ودي لك حذاء، ودي لك الحلة الجديدة، وهنذبح العجل المسمى. كل دي احتياجات مادية، والعجل المسمن ده الاحتياج النفسي، الجسدي، انهم يعني يفرحوا. لكن الاهم من كده ان خده في حضنه، خده في حضنه يعني قال له ما معناه؟ لا انا سامحتك، خلاص انا سامحتك، ما عادش فيه الخطيه دي، خلاص نسيت اللي فات، الماضي عدى وخلصت الحكايه. السند الروحي احد الأمور القوية جدا في حياة الإنسان. الإنسان يحتاج لمن يغفر خطاياه،
وبتبقى حاجة صعبة لو أبونا زعل من حد ولو أبونا طول في زعله. دي بتعتبر مأساة. علشان كده علم نفسك كيف ما يكون موقعك إنك تسند الآخرين روحيا زي ما بتصلي في أبانا الذي، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. فإنك تغفر وإنك تسامح ده أقوى سند، أقوى سند. أما إنك تخاصم معناها تبقي الآخر في ضعفه وتبقي الآخر في العثرة بتاعته. السند الروحي التسامح، تسامح، تغفر، تعفو عن الشخص في هذا الضعف اللي وقع فيه. الخلاصة اسندوا الضعفاء، اسند كل ضعيف، وابحث في حياتك ودائرة علاقاتك مين الشخص اللي عايز اسنده. ده ممكن اسنده بمكالمة او بزيارة. لما بنزور مريض بنسند تعبه، لما بنعزي حزين بنسنده في حزنه، لما بنقف مع احتياج انسان بنسنده. اسندوا الضعفاء. وانت كده بتقعد ويا اب اعترافك وبتشوف ضعفاتك انت الشخصية ايه، ابحث في حياتك انت سندت كم واحد واثرت في السند مع كم واحد، وحطها قدامك باستمرار. عندما تبحث عن كل انسان ضعيف باي صورة من صور الضعف وتقف جنبه وتسنده، تسنده في هذا الضعف وتشعر بمشاعره. عشان كده في ملحوظة أخيرة، السيد المسيح لما جه يتكلم على أركان العبادة الرئيسية، الصوم والصلاة والصدقة في متى 6 في العظة على الجبل، بنتعجب عندما نعلم أنه يتكلم عن الصدقة 1، و2 عن الصلاة، و3 عن الصوم. مع ان في ذهننا ممكن نقول ان الصلاة دي 1 او الصوم 1، خلى الصدقة 1. ليه؟ لسبب بسيط جدا. الصدقة فيها شعور بالآخر، بضعف الآخر. والصلاة فيها شعور بالله. والصوم فيه شعور بالنفس. عشان كده حط 1 الشعور بالآخر، هو 1. وده بيفكرني بقول من أقوال الآباء اللي بيقول بحثت عن الله كثيرا ولم أجده، وبحثت عن نفسي كثيرا ولم أجدها، ولكن عندما بحثت عن أخي وجدت 3، الله ونفسي وأخي. فعندما تبحث عن أخيك وتبحث عن الضعف كيف ما يكون صور الضعف زي ما شرحناه، وتقف وتسنده بما يليق وبما يحتاج، تكون نجحت في هذه واقتنيت هذه اللؤلؤة الرابعة. اسنده الضعفاء. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.